أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن العمل الخيري في مملكة البحرين يستمد من رؤية ودعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتوجيه جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة للأشقاء والأصدقاء في الظروف الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، مشيدا سموه بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه الدائم على مساندة الأعمال الإنسانية والخيرية. جاء ذلك بمناسبة فوز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة اليسيسكو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم بالجانب التربوي والتعليمي في العمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين، كما يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدم مملكة البحرين لمختلف الشعوب وإقامة العديد من المشاريع التربوية والتعليمية ورفع جودة التعليم وزيادة مستوى التنوير والتثقيف في مجتمعات العالم الإسلامي، مشيدا سموه بإسهام وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الإنسانية التي تنفذها المؤسسة. وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة المغربية الرباط، سلم سمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم الجائزة للدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذي تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على رعاية جلالته الأبوية واهتمامه الكبير بعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة العمل الخيري من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.